بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على أنعم علي ووفقني في ختم القرآن الكريم وجعلني من أهل الله وخاصته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمع لنا في هذه الأمسية المباركة في هذا المكان الطاهر بين الشرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان هي ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشرف المكان هذا البيت من بيوت الله، هذا البيت العامر بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.